على الجانب الآخر هناك تقارير للبنتاغون تتحدث عن نقل المرتزقة، نقل السلاح، فتبدو واشنطن وكأنها منقسمة ما بين الخارجية وموقف الرئاسة وبين البنتاغون الذي يرصد هذه الاختراقات التركية بوضوح. نص التقرير الذي صدر عن المراقب العام لوزارة الدفاع الأمريكية كان عملية تقييم شاملة للأوضاع حول العالم وأفرز وقتا كافيا للتحدث عن ليبيا. تحدث على أن تركيا خلال الربع الأول من هذا العام قد جلبت إلى الأراضي الليبية أعدادا ضخمة من السوريين، وسماهم التقرير مرتزقة، وهذا بحد ذاته شتيمة بين مزدوجين لو صح التعبير لهؤلاء الأشخاص، وأيضا لتركيا التي تستعمل هؤلاء الأشخاص. ويصف التقرير بشكل واضح أن تركيا استغلت هؤلاء الأشخاص أولا من الناحية المالية، تريد أن تعطيهم 2000 دولار شهريا كمعاشات لهم، وبالنسبة لأشخاص تركوا بلادهم ونزحوا وأصبحوا لاجئين في تركيا هذا رقم كبير جدا. بالإضافة إلى ذلك أكد التقرير أن تركيا سوف تعطي هؤلاء المقاتلين الجنسية التركية، وبالتالي كشف التقرير عن نوعية الممارسات التي تقوم بها تركيا للاستعانة بهؤلاء الأشخاص النازحين الذين يجدون أنفسهم في مأزق، واستغلالهم بمجيئهم إلى ليبيا واستخدامهم أيضا في صراع على أراض عربية. احنا هنا بنتكلم الجنسية التركية لمثلا لأجانب مقاتلين الأجانب الذين سواء سوريين أو أجانب رفضتهم بلادهم مثلا؟ ما حدث منذ سنوات هو أن هناك عدد كبير جدا من السوريين الذين نزحوا من أراضي بلادهم إلى أراضي تركيا، وقد عملت تركيا على إعطاء البعض منهم الجنسية التركية. يعتبر بعضهم أن الرئيس التركي استغل هذه العملية ليكسب هذه الأصوات في الانتخابات الداخلية في تركيا. الآن يعد هؤلاء الشباب بأنه يعطيهم أيضا الجنسية، وبالتالي يصبحون مواطنين أتراك يستطيعون العودة إلى تركيا ليس فقط كنازحين بل أيضا كمواطنين.